Okay, where is Obama? I call, where is Obama? Why is he can't just order him? Just stop killing people. Stop killing people. Stop killing people. Yes, Yaqi Salah. Yaqi Salah. أعانكم الله يا عبد الرحمن. والله ماذا يعني ما باليد حيلة، والله يتمزق القلب ونحن نستمع إلى بكائك وبكاء الملايين من أمثالك هناك في داخل ليبيا، ولكن ما العمل يا سيدي؟ هي مشكلة أن يبقى من 10 سنوات في مكانه، يتحول إلى وشح، إلى وحش عفوا، إلى وحش كاسر ضاري، مستعد أن يضرب بأميامه وبصواريخ التي لديه لأن يبقى في الكرسي، ويقول أنا لو كنت رئيس كنت رميت الاستقالة في وجوهكم. يا أخي أنت لست رئيس، فاترك البلد. انت اله، تزعم بانك اله وتتحصن هناك في العزيزية وتقول انا لست رئيس وتقتل شعبك. اكثر من 1000 سقطوا. على كل حال هذا الخطاب الاسطورة، تمخض الجبل فولد فأرا، هذا الخطاب سنتابع مقاطع من هذا الخطاب ثم نعود للاستماع الى تعليقاتكم حول ما ورد في الخطاب. ابقوا معنا.